إلى ملف غردايا الآن، أكد الوزير الأول عبد الملك سلالة اليوم الخميس بغردايا أن الدولة عازمة على اتخاذ الإجراءات المناسبة والحازمة من أجل استئصال كل أشكال العنف واستعادة الطمأنينة والسلم بالمنطقة. وأوضح سلال أن الدولة ستسهر على تطبيق الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بهدف إرساء الأمن والسلم والتماسك الاجتماعي بمنطقة غردايا التي تعد مثالا للتماسك الاجتماعي والذي يعد مفخرة. وذكر الوزير الأول أن قائد الناحية العسكرية الرابعة مكلف بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية من أجل الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات عبر ولاية غردايا. ودعا في ذات الشان مجموع المجتمع المدني والحركة الجمعوية والشباب من أجل تضافر جهود لإحباط الأغراض الدينية والمبيت لبعض الأشخاص الذين يريدون المساس بالوحدة الوطنية. وذكر سلال في تدخلها أن قائد الناحية العسكرية الرابعة له كل الصلاحيات طبقا لقوانين الجمهورية من أجل إعادة إرساء النظام العام، ولو تطلب الأمر إرساء حظر التجول ومنع المظاهرات والتجمعات. جينا جيت باش ننفذ قرارات اخذها رئيس الجمهورية يوم أمس باش نسترجع الأمن والطمأنينة نهائيا في هذا المنطقة. قرارات كلكم عالمين بها، ان فيه اليوم تنسيق امني يقوده قائد الناحيه العسكريه، كذلك فيه تنسيق مع مصالح العداله لتطبيق الصارم بكل صرامه بدون رجوع باسم قوانين الجمهوريه، لان اليوم غير ممكن نقبل نهائيا ان الفتنه تزيد تفاقما في هذه المنطقه. كلنا جزائريين والوحدة الوطنية، هذا هو بيت القصيد بالنسبة للجزائريين.